جاري خبطه في السن جاب سيدر وباب متر بعدين عشان خطره عشان عيني في ستة كده تقتل الراجل من جبروتك الساعة 6 المغرب في وسط الشارع. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حبيبي. تعال نشوف الجريمة اللي حصلت في الوراء، منطقة الوراء في محافظة الجيزة. الجيران اللي الرسول وصانا على الجار، الجيران اللي احنا دايما بنقول اختار الجار قبل الدار. اتنين جيران مع بعض، البيت جنب البيت، كل اسرة عايشة بعيالها وولادها في حالهم، انت في حالك وانا في حالي، مفيش غير صباح النور صباح الخير مساء الخير مساء النور السلام عليكم وعليكم السلام. محمد ده موظف على قد حاله، عايش مع مراته وعنده ابن عنده 12 سنة. يبقى محمد عايش مع مراته وعنده عيل عنده 12 سنة، 12 سنة يعني طفل ستة ابتدائي، العيال بطبيعتهم شقية. الواد كان بيطلع في بيت أبوه في الوراق ينط على السطح بيشوف الجيران بيعملوا ايه. طفل ستة ابتدائي، ستة ابتدائي طفل بيطلع في بيت أبوه بيبص على الجيران. الجيران راحوا شافوه، راحوا ماسكين الواد وضربوه علقة محترمة، علقة موت. الواد نزل لأمه وأبوه متبهدل، مين اللي عمل فيك كده؟ قال له عمه أحمد الجار بتاعنا، الجار اللي جنبنا شافوني أنا على السطح. طبعا ده خد ابنه راح عمل محضر، الطرف التاني لما عرف إن ده عمل محضر راح التاني عمل محضر، بقى الاتنين محاضر ضد بعضيهم. الناس في منطقه الوراء قعدوا عيب يا احمد، عيب يا محمد، ده انتوا جيران، ده النبي وصى على سبع جار، ده انتوا ما لكمش غير بعض، لو حصلت مصيبه انت ما حدش هينجي ده غير جارك، وجارك ده مش هتلاقي اخوك نفسه عقبال ما يجي لك جارك هو اللي ينجدك، ده في الافراح مع بعضينا وفي الايتام، عيب الكلام ده. صلحوهم على بعضيهم، الراجل خلى ابنه، خد ابنه وراح المركز اتنازل، والطرف التاني راح اتنازل. لكن اللي في القلب في القلب. تعال نشوف بقى، يعني الولد انت ضربت الواد عشان كان بيصنت عليك او بيطلع على السطح بيشوفك انت واهل بيتك، ضربته وكل واحد عمل محضر وخلص الموضوع، لكن للاسف كانت النوايا من جوه مش سليمه، النوايا مش جوه صلح. المهم الراجل اللي اسمه محمد ده عايز يجيب فتره رمضان، رمضان كل سنه وطيبين خلاص، فبيقول لمراته عايزين بعد المغرب نروح نجيب شويه بلح على شويه رز، الدنيا غلت، على شويه مكرونه، شويه سمن، علبه سمن، علشان رمضان كل سنه وانت طيب. فقالت له طب والله يا جدع ان انت فكرتني، احنا فعلا محتاجين نخرج انا وانت نروح نجيب فطره رمضان. فعلا على المغرب كده الساعه 6 طالع الراجل هو ومراته رايحين يجيبوا فطره رمضان. هما الاثنين ماشيين في وسط الشارع الساعة 6:30، في وسط الشارع الساعة 6:30 المغرب، وهو طالع هو ومراته ماشيين في وسط الشارع، مراته التليفون رن، فمسكت الموبايل ترن بترد، في الوقت سمعت واحد بيقول اي اي، بتبص على جوزها لقت جاره اللي اسمه احمد جايب سنجة ونغسها في صدره. لما نغسها في صدره وجوسها بيموت في الارض، راح شال السنجة من صدر جوسها وبيجري عليها علشان يموتها. كل ده ليه؟ عشان ابنهم اللي عنده 12 سنة بيطلع السطح يبص عليه. الست وهي بتجري خفة، ما هتعمل يا روح من بعدك روح، جوسها هو في الارض مسك في رجل الراجل عشان بيدافع عن مراته لاخر لحظة، من مات دون عرضه، الراجل بيدافع عن عرضه ومراته اللي هتموت في وسط الشارع، واخد طعم السجنة سنجة في صدره، والراجل راح يموت مراته فمسك رجله، راح الراجل ده مسك السكينة تاني وراح السنجة وغمسها في صدر الراجل الشاب تاني عشان يموت في الحال في وسط الشارع. في الوقت ده كل الجيران وكل الناس شايفينه وخايفين لانه ماسك السنجة وبيعمل كده، اللي هيقرب هموته. بعد ما عمل كده جري، لما جري الناس جروا وراه، وهو بيجري بينط رجله انكسرت، لما رجله انكسرت ما قدرش يكمل جري، كانوا الناس حاوطوه ومسكوه. جات الشرطة، الكاميرات موضحة كل حاجة. الزوجة ايه اللي حصل يا حاجة؟ قالوا جوزي كنا رايحين نجيب فطرة رمضان وفجأة لقيت جوزي بيقول اي، ببص على جوزي لقيت جاري خبطه في السنجة في صدره، وجي بيخبطني انا جوزي مسك في رجله وراح خبطه الخط التانية موته، ولما الجيران
ساعدوني في الهرب كان موتني. وهو بيجري والناس بيجري وراه حب ينط رجله انكسر. الكاميرات صدقت الواقع بالظبط والجريمة متصورة بالصورة كاملة من الكاميرات، وهو بينغز الرجل في صدره وهو بينكد السنجة في صدره تاني عشان يخلص عليه. ده في الوراق. طب الجيران تعمل كل ده عشان ابن الرجل اللي مات اللي عنده 12 سنة بيطلع يبص عليهم من فوق البيت. شفت احنا وصلنا لضرب نقتل بعضنا عشان خاطر ايه؟ عشان عيل في 6 ابتدائي. اما لو شاب كبير بيعاكس مراتك ولا بيعاكس بنتك كنت عملته ايه؟ ده واد عنده 12 سنه 6 ابتدائي بيلعب بيطلع فوق السطح يبص على الناس اللي تحتيهم الجيران. ايه هو ده؟ تقتل الراجل من جبروتك الساعه 6 المغرب في وسط الشارع وبترهب الناس كلها عشان ما حدش يساعد راي. يعني انت لو خبطت الخبطه اللي في الصدر دي لو كنت سبته كانت الناس ممكن يعني، لكن ده أعمار كان هيموت في جميع الأحوال، بس كان يبقى في محاولة لإنقاذه. لكن لما مسكك من رجلك نغسته التانية ليه؟ نغسته التانية ليه؟ طبعا اعترف اعترافات تفصيلية قدام رئيس مباحث الوراق. قال أيوه ابنه شقي وكان ابنه عنده عيل بيبص علينا وبيكشف ستر بيتنا، فأنا حذرته وراح عمل لي محضر فعملت له محضر وصلحنا، لكن أنا ما انساش اللي عمله ابنه. ابنه عمل إيه؟ كان بيبص على من فوق السطوح. طب ده اسمه كلام. فجبت سنجة واستنيته لما خرج الشارع هو ومراته وكنت ناوي اقتلهم هما الاثنين. دجار. هو دجار الرسول وصانا عليه. عشان لما بيقولوا اختاروا الجار قبل الدار صدق اللي قال المثل ده. قتل جاره بالشك في وسط الشارع. شوف الجبروت. وبيجي ورا مرات الراجل اللي موته، مش يقول خلاص بقى قتلت الراجل، لا عايز قتل الست كمان. طب والراجل والست عملوا لك ايه؟ اصل عملوا لي محضر. طب انت عملت لهم محضر وصالحته والناس قعدوكم في قعده وصالحته وخلاص خلص الموضوع، ليه قلبك اسود كده؟ للاسف ضرب الراجل قتله ويتم ابنه واحنا داخلين على شهر رمضان. باقي كام يوم على شهر رمضان نقول ايه؟ شفتوا احنا وصل بينا الاجرام. عشان كده اخت الزوجة دي بتقول ده ارهاب. لما واحد يطلع في السنجة في وسط الشارع ويخوف الشارع كله ويموت جوز اختي بالشكل ده، ده ارهاب. المفروض يطبق عليه قوانين الارهاب، لان خوف الناس كلها وبس الرعب. شايفين جوز اختي بيموت وهو بيطعم فيه ومحدش قادر يقرب منه، لان السنجة اللي هيجرب هيخبطه رقبته بيه. ايه ده؟ عشان ايه ده كله؟ انتوا مسكتوا الواد ضربتوه وادبتوه وخليتوا الواد بطل يطلع على السطح خالص. ايه اللي خليك تعمل كده؟ هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.